بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الهادي الأمين. أما بعد، أنا الفقيرة شيماء من مصر، عمري 24 سنة، درست تخصص الصحافة والإعلام. حبيت أشارك معكم تجربتي عن الطريقة الصوفية الكركرية العليا وشيخها الشيخ محمد فوزي الكركري قدس الله سره الشريف ونفعنا بعلمه. عملا بقول الله تعالى: وأقيموا الشهادة لله. في بادئ الأمر كنت أبحث عن شيخ مربي يدلني على الله وأجد به الطريق. كل ما كان أمامي لم يكن كافي أو مرضي بالنسبة لي، لجأت للاستخارة وللصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليكون دليل ومرشد لي. كنت أتمنى رؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم. علمت بعدها أن هذا يسمى الاسترشاد برسول الله صلى الله عليه وسلم. في فيديو لشيخ الأزهر الدكتور علي جمعة، بعد 3 أيام من الاستخارة أتتني رؤية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها شيخ كبير ولكن لم أفهم وقتها، وكان يلبس ملابس مميزة. مر 6 شهور وألحت رغبتي مرة أخرى على رؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم، فألحيت بالاستخارة والذكر والصلاة على الحبيب والدعاء، ودعوت بأن أجد طريقي. ألهمني الله بالبحث على اليوتيوب تحت عناوين كثيرة، منها كيف أرى رسول الله، تجارب لأشخاص رأوا رسول الله بالفعل، فوجدت شهادات للفقراء من جميع أنحاء العالم مختلفين بالثقافة واللغة والبلاد. فبحثت أكثر فوجدت أشخاص من الغرب ليسوا بعرب ولا يفهمنا اللغة العربية التي هي لغة القرآن، إن أنزلناه قرآنا عربيا، ودخلوا الإسلام على يد هذا الشيخ تصديقا لما رأوه على يديه. فتواصلت وأخذت الورد من المسؤول وأتممت 40 يوم في قراءته، خلالها كان يأتيني ما يكفيني للثبات من رؤى وإشارات. وعند البيع شعرت بأنه يقف بجانبي، ورأيت ما يسمى بالعماء النوراني، وهو نور يعم جميع الغرفة، وها أنا أشهد كي لا أكون من قال الله فيهم، ومن أظلم ممن كتم الشهادة عنده من الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد لشيخي محمد فوزي الكركري بأنه ولي هذا الزمان. تلك كانت شهادتي في حق الطريقة وشيخها. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق.